السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة المرأة. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم نخرجوا مع بعضياتنا خريجا البادية ونعملوا رغيف على العواد أو المسمن، كل واحد شنو كيقول. وغادي نذبحوا الدجاج البلدي وغادي نعملوا التريد أو الفتات، كل واحد شنو كيسميه. وغنشوفوا الطريقة ديال نزل البادية، نشوفوا الطبيعة الخلابة، المناظر الرائعة. هانتوما كتشوفوا جميلة بزاف، طاحت عندهم الشتا والدنيا خضارت وجميل هادشي هذا بزاف. مناظر رائعة رائعة جدا. عرفتي ما كرهتش كون كنتو معايا، عيجبكم الحال بزاف. شوفوا على المناظر شحال جميلة وخلابة. كبركم شويش، سبحان الله دجاج بلدي طبيعي 100%. هذا خالي من الكوليسترول. هذا ما يعضنيش دابا ياك، هذا ما عضنيش حتى معاك. العجينة ديال الملوي ديالو او الرغايف او المسمن، كل واحد شنو كيقول. هي كتعجن هذا هو الطريقة ديال العجينة في الارض. خصهم هما يدلكو شي عنده بلدي ورائع ياك جمعتو. ما الا ما دلكتوشي ما يمكنش ياك. ايوا انا تدلكها في الارض ما تنعرفش ندلك فوقها. ايوا اختي الله يخلي طريف الصحه. شكرا شتي ولف، كل واحد شكي ولف. دابا حنا عاود ولفنا نعجنو بالوقيف. لا متعرفش علاش ضروري الارض باش كدلك على راحتك ياك. ايوا ظاهرة عليك حدك اختي. هانتوما العجينة شي البادية 100%.
عندهم الناس اللي عملوا الخبيزة في الفران ما عرضوا عليا وقالوا يعملوا تسريد بالدجاج ويعملوا الرغيف على العواد، وقلت نصور لكم نشارككم معايا هذا الشيء. هذا الطريقه ديالهم عجيب، يدلكوا بواحد الطريقه زعما ممتاز، خلو الطحين رطب يعني عجينة ملسة رطبة. نزيد لك الكاشفون كلشي بنتين كلشي بالصحيفة ديالو. درنا بواحد شويه ديال الزيت وكتولي تولي الدلك، الطريقه ديالهم بدله ديالنا. هي تخرج لوحدي سادي ربي كيعملو هما كيعملو كثر مش حد فاكر خرج الزيت. المهم انا كنبغي نوريكم كلشي ونشارككم كلشي المراحل كامله من الاول للاخر. هذه الطريقه ديال كيفاش كتخدم. زيد يدك هنا يا جماعه شويه شي طريقه كيفاش تسمى بحال الخبيز. هما الرغيف ديالنا اللي تعجنوهم كيطلقوا، هذا هو سطح العمل ديالهم، هنا في كيطلقوا الرغايف. هانتينا الشغل ديالهم متول ورقي كلشي مزيون. الرغيف هانتينا كتشوف كيعملوهم كبار شي شويش، كيقول لهم من السمن من الوي داكشي كيعمل كبير ورائع عندو. هاد الطريقة ديالهم هي هادي، كيعملو كيعملو بزاف كيشعلو العواد كيعملو داكشي كامل بلدي. نتوما كتعرف حاجة طيب على العواد راه داكشي صحي 100% وعند الزرع داكشي رائع. هاهما الرغيفات كيطيبو على العواد صحيين. طاجين تهرسلو مقلة تهرسلت قلتلو مخا هداك عملو فيها جالها واحد الجنيب عندو واحد الجد. يا راه كاينه كورونا ما كاينين يجيبو لنا الكلا. هذا واحد اخر كان واحد اخر عملنا باش نتعاونو، واحد المقله ديال الحديد والاخر المقله ديال الطين. انتما كتشوفوا كيفاش كل شيء طبيعي. ها هم كيطيبو، ها هم فين عندو جماعة. دابا نسينا من نايش من أصل عندك؟ أه؟ من مدينة؟ من مراكش. تحية ناس مراكش، وأنا من طنجة. السيدة اللي احنا مضيفين عندها من أصيلة، أنا واحد أصيلة. يو سبحان الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. شو كل واحد منين وحنا تجمعنا في واحد المكان. سبحان الله العظيم. ناش قال لك البنت زرعت البلدان الرزق فيه مكتب لك كتمشي كتمشي. سبحان الله. سبحان الله ما جبنا حتى قدام العافيه فين عاملينها. ولكن الرغيفة راه هي كطيب بحال هانولو هو هدا. وهدا ديك كان دبل المقلة ديال الزرب اللي قلتلكم تهرسات من الجنين ديالها.
كاين هيداك قدرت الماء هيدا سقطي. راح المنظر رائع، واحد الريحة كتحمق. انتو كنتو معايا عيد تشمو هاد الريحة. الرغيفة ديالنا اللي كيوجدوها هما في الميدونة كلشي بلدي، داكشي رائع بزاف، عجبني انا بزاف. لالا جمعان الله يعطيك الصحة الحبيبة ديالي. الصحة والراحة. انتما في مراكش هيدا كتعملوا هادي هدا هدي ديالكم؟ نعم. كتعملوا الملوي ولا كتعملوا الرغايف بحال هيدا؟ ولا عارفه شي حاجه تيعملوا، كالا ديال الملوي كالا ديال الرغايف كالا ديال كلها. وهاد الميدونه بحال هيدا عندكم حتى نتوما تما؟ عندنا طبق. طبق كتقولوا؟ حنا في هاد الشمال كيقولوا الميدونه ولا الطبق. المرة غنجيبها جديدة ان شاء الله نجيبها. شنو دابا هادي تهرست عليك بوحده جديده؟ عجيبه جديده على 3000 فرنك. ايوا تستاهل الانسان كيعمل حاجه بلديه. ما تخافش يا حسنة، ما تخافش ما صورك شي، انا كنحترم اراء الناس. تنسينا حسن من مراكش. سبحان الله، وانا من الشام، من قلب الشمال، من طنجة، سيدة من نواحي أصيلة. وسبحان الله شوف كيفاش تلاقينا. ديالنا دابا راه سالينا، هادي اللي بقات لنا دابا راه تبارك الله شي جوج سوايع هما كيطيبو لأن عندو بزاف. عرفتي شي حاجة واعرة هاكا هما هنايا تبارك الله. شوف الطبق أو الميدونة عامر رائع. عرفتي ما شاهدتكم في هاد الرغيفات ديال الزرع. زيونين وقملين كيشهيو. جماعة شكرا الله يعطيك الصحة. الصحة والراحة. الله يعطيك الصحة الحبيبة، شكرا بزاف. ياك اليوم الصحة والهنا. الله يخليك الله يرحم الوالدي ويجازيكم بخير. راسي راه رغيفات عدلوهم قالوا لي ديوهم باش عرف الناس كرامين ومزيانين. سيدي كوسي سيدي كوسي سيدي كوسي سيدي كوسي سيدي فقيدة واجد يا جماعة. ديالك صاد التريق توشتو لنا الساعه ما شحيتكم فيها بزاف كتحمق الدجاج البلدي التريق رفيسة، كاين اللي كيقول بوصة، كاين اللي كيقول فتات، كاين اللي كيقول تريد، كل واحد شنو كيقول. المهم هي مشغول يدك غزالة كتحمق.
هادشي دار البوطه ولا طفيها شدي رائع.